السلام عليكم. تمرين يقول: تمثل الأشكال ألف ب وجيم من الوثيقة واحد خلايا مناعية من الفأر. معطيات: أعطي الاسم المناسب للأرقام ورتب الأشكال حسب تسلسلها الزمني. ثانيا: أي مرحلة من المراحل هذه الاستجابة تطابق؟ خلية الشكل ألف، علل جوابك. خلية الشكل جيم، علل جوابك. إذن هذه المراحل أو هذه الوثيقة رقم واحد تمثل أكيد مراحل الاستجابة المناعية المفرطة أو ما تسمى بالحساسية. عادة الحساسية هي عبارة عن ردة فعل لجسم عادة ما يكون غير ممرض. إذن الاستجابة هذه تكون غير للمولدات الحساسية اللي هي عناصر غير ممرضة. الآن نأتي إلى حل هذا التمرين. إذن تمثل رقم واحد يمثل هذا الشكل، هذا الخلية، وهي خلية الماستوسيت أو الخلية الصارية. رقم اثنين، دائما رقم اثنين يشكل حرف إجراك اللي هو جسم مضاد من نوع إي جي أو، يختص فقط بالحساسية. ثلاثة، الهيستامين، إفراز الهيستامين. أربعة، مستقبل إي جي أو، أي أين يتثبت الإي جي أو. خمسة، حويصلات بها هيستامين ومواد أخرى. نكتب الحل: واحد، خلية صارية. اثنين، جسم مضاد من نوع إي جي أو. ثلاثة، هيستامين مواد أخرى. أربعة، مستقبل الإي جي أو. خمسة، حويصلات الهيستامين. إذا نأتي للجواب الثاني: أي مرحلة من مراحل هذه الاستجابة تطابق؟ خلية شكل ألف. خلية شكل ألف لو نركز معها جيدا نلاحظ خروج الهيستامين، إذا إفراز أو انفجار الحويصلات وخروج مادة الهيستامين. هذه المرحلة هي مرحلة الاستجابة المفرطة، هذه المرحلة الثانية. أما الخلية شكل جيم هي الخلية الصارية في حالة تحسس، بمعنى عند دخول مولد الضد تقوم اللمفاوية البائية بإنتاج الأجسام المضادة من نوع الإي جي أو التي تتثبت على الخلية الصارية. إذا هذه الحالة هي أو المرحلة الأولى هي مرحلة التحسس أو التماس الأول. إذن ثانيا، خلية شكل ألف هي مرحلة الاستجابة لأنه حدث انفجار الحويصلات المملوءة بالهيستامين ومواد أخرى. أما الخلية شكل جيم وليس با تمثل مرحلة التحسس أو التماس الأول مع مولد الحساسية وإنتاج الأجسام المضادة من نوع إي جي أو التي تتثبت على الخلية الصارية.